إسبانيا وفرنسا تعلنان عن ميزانيتيهما لعام 2013. حكومة البلدين اعتمدت على إجراءات تقشفية جديدة لخفض العجز في الميزانية. الكثير من المواطنين سواء كانوا في إسبانيا أو في فرنسا يريدون التعرف على هذه التدابير والتي اعتمدتها حكومة جون مارك غو في فرنسا، وفي المقابل حكومة ماريانو راخوي في إسبانيا. إسبانيا تريد أن توفر حوالي 39 مليار يورو في عام 2013، وذلك من أجل الخفض في التضخم الحاصل في الميزانية من 6.3% إلى 4.5%. إسبانيا تبقى تعيش حالة ركود اقتصادي تقدر بحوالي 1.5%. نسبة البطالة تبقى هي الأكبر في أوروبا، وستتراجع بحسب المختصين بنسبة ضئيلة جدا، أي من 24.6% إلى 24.3% فقط. ولتوفير كل الوسائل لتحقيق الأهداف المرجوة، قررت مدريد العمل على خطة اقتراحات تشمل 43 نقطة، من بينها إنشاء سلطة مستقلة توقع الأخطاء ومسؤولة عن المالية، وكذلك سلسلة من التخفيضات بمعنى تخفيض الإنفاق بنسبة 8.9% لتوفير ما يقارب 4 ملايير يورو. الحكومة الفرنسية بدورها قدمت ميزانية 2013. فرنسا تأمل في توفير حوالي 37 مليار يورو العام المقبل. الهدف من ذلك الخفض في العجز الحاصل في الميزانية من 4.5% إلى 3%. توقعات النمو تبقى إيجابية في فرنسا وتصل إلى 0.8% لعام 2013، في حين أنها في هذا العام لا تتجاوز 0.3%. الحكومة الفرنسية تحاول أن تتفادى كلمة التقشف، لكن المراقبين يجمعون على أن الرفع من نسب الضرائب قد يوفر للدولة الفرنسية حوالي 20 مليار يورو. المحللون الاقتصاديون يرون أن الميزانية المخصصة للعام المقبل ستشكل لا محالة منعرجا هاما في مستقبل كل من فرنسا وإسبانيا.